السلام عليكم. شو بيرديزات كل عدم معكم؟ رانا ولينا باش نتكلموا على البطولة الإنجليزية، نتكلموا على فرق كبيرة، يعني كن نتكلموا على البطولة الإنجليزية بريمير ليج أو الرابطة في العالم، أو الرابطة هي الرابطة الأولى في العالم. نتكلموا على الفرق تاعها، الحماس في الميدان، حماس فوق في المدرجات. يعني اليوم نتكلموا على بريتون نيوكاسل. كي نقولوا بريتون نيوكاسل، تاريخ تاع انجليز في كرة القدم. نيوكاسل تاريخ تاع فريق، عنده تاريخ، عنده اسم تاعو نيوكاسل. نيوكاسل اللي تبع كرة القدم من بكري عنده اسم. حنا اليوم شلنا زوج اهداف، شلنا في الدقيقة 18 وشلنا في الدقيقة 75. شلنا كيفاش رافائيل المدرب تاع نيوكاسل الخطة تاعو المحكمة، خاصة وين عرف كيفاش يدخل في المقابلة، عرف كيفاش يحمس اللاعبين تاعو، رغم أن كانوا كاينين أهداف ضائعة، أهداف ضائعة، رغم أن المدرب الحارس تاع نيوكاسل عرف كيفاش يدافع على الشباك تاعو طيلة 74 دقيقة ويدافع، خاصة وين شلنا في الشوط الثاني كيفاش كريوس المدرب تاع برينتون كيفاش عرف كيفاش يقرا المقابله، عرف كيفاش يضغط، خاصه في من 65 دقيقه ل 70 دقيقه. التغييرات اللي دارهم جابوا نتيجه، التغييرات اللي جابوا نتيجه في حتى ال 75 دقيقه. وين شلنا كيفاش في الشوط الاول ايزيو اللي سجل الهدف في الدقيقه 18، عرفوا كيفاش يسجلوا الهدف، رغم ان ماتا ريتشي اللي عرف كيف اللي ما عرفش كيفاش يسجل في 27 دقيقه، ما عرفش كيفاش يسجل الهدف. شلنا كيفاش فابيان شيز اللي بانيك ضيع اهداف خاصه في الشوط الاول، الشوط الثاني يعني بالهجمات المعاكسه، وين شلنا بزاف نيوكاسل مي سجلت الهدف ولا تلعب بالهجمات المعاكسه، لكن هذه الهجمات المعاكسه ما تعطيكش كيما نقولوا حنايا، ما تعطيكش دائما تعطيك الحلول. الحلول الهجمات المعاكسه كي تكون فايز بالمقابله بزوج ولا ثلاثه، تلعب الهجمات المعاكسه، تلعب الدافع وتهاجم. بصح شلنا كيفاش الشوط الثاني، وين شلنا الشوط الاول وين برينتون عرف كيفاش يدافع، رغم أنه كان منهزم بصح شتيلا عرف كيفاش يدافع، خاصة وين العلامة الكبيرة للحارس تاع برينتون ماتيو ريان لي وين العلامة الكاملة الحارس وين فانيك برناردو اللي ضيع هدف فانيك محقق، هذا المدافع اللي يلعب بطريقة جيدة وجميلة في الدقيقة 35. لويس دنوك اللي فانيك كان عنده فانيك دور كبير، وين شناه كيفاش قدم مقابله جيده، وين الهدف اصلا الهدف انطلق من عنده تاع التعديل تاع النتيجه. شناه كيفاش وين باسكال جوراب اللي سجل الهدف في الدقيقه 75 هو اللي عدل النتيجه. هذه هي المقابله، وهذو هما الفرق اللي عندهم تاريخ، عندهم تقاليد، عندهم شخصيه، وين شخصيه تاع المدربين، خاصه اليوم مدرب كبير ومعروف رافائيل اللي مدرب غني عن التعريف. هذه هي وصحيتو وربي يحفظكم.